مكان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صباح الخير يا سيمبا، يلا يا حبيبي اصحى عشان تفطر، عامله لك فطار انت بتحبه. صباح النور يا ماما، ممكن بعد ما افطر اروح العب في الحديقه شويه؟ ماشي يا سيمبا، بس اوعى تتاخر يا حبيبي، هي ساعه وترجع على طول. الله، احلى حاجه الجنينه ان انا بلعب فيها دي، ولا شجره التفاح بحبها جدا. الله، انا بحب شجره التفاح دي جدا. الله، هي انا حاسس ان انا جعان جدا، اما اجيب لي تفاحه كده اكلها. هم نم 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 نم، الله دي طعمها حلو قوي. هم نم 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 نم، أما امشي بقى، مع السلامة يا شجرة التفاحة، بقى جيلك تاني ما تزعليش. باي باي يا شجرة. ياه، عدى يومين وسيمبا ما جاش يلعب عندي، انا زعلانة قوي. انا عندي فكرة حلوة قوي، انا هبعت التفاحة دي لسيمبا البيت، واكيد هتقوله عشان خاطر يجي يلعب معايا، انا زعلانة قوي. سيمبا سيمبا اصحى يا سيمبا، شجرة التفاح زعلانة قوي ان انت ما جيتش تلعب عندها. ايه ده، شجرة التفاح بتتكلم؟ انت ازاي جيت عندي؟ احكيلي انت ازاي بتتكلمي. عشان انا شجرة مسحورة يا سيمبا، قولي انت ليه ما بتجيش تلعب عندي زي كل يوم؟ اتأخرت عليا ليه؟ ما تزعليش يا شجرة التفاح، انا كان عندي دراسة وكنت بذاكر وبمتحن، عشان كده معرفتش اجي. انا هقول لماما واجيلك يا شجرة التفاح. ماما، بعد اذنك يا ماما، ممكن اروح العب في الحديقة؟ ماشي يا سيمبا، بس خلص واجباتك ودروسك واحفظ كل حاجة، وبعد كده كل يوم روح ساعة العب وارجع على طول. متشكر قوي يا ماما، انت احلى ام في الدنيا، بحبك جدا. ازيك يا شجرة التفاح، عاملة ايه؟ انا جاي العب، وعلى فكرة انا هاجي كل يوم ساعة نلعب سوا وامشي على طول. احلى حاجة عملتها يا سيمبا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، وبكده خلصت حكايتنا. عالم حواديت بتحبكوا جدا يا اصحابي، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتدوسوا على الاصباع وتعملولي اعجاب، بحبكوا جدا، مع السلامة.